في بعض مناطق العاصمة، في تقارير عن إنها بدأت تعمل. ثم الفكرة بتاعت فتح محطات البنزين للناس، لأنه الناس كانوا يشتكوا بأنه يريد يعني حتى وإن كانوا لا يتحركون بالسيارة، لكن يرغبون في أن يكون لديهم قليل من الوقود في السيارة للطوارئ. لكن ما يحدث الآن حقيقة ليس بهذا المعنى، يعني ناس إما شغالين عمليات تخزين أو في عملية بتاعت أيضا يعني بيع للبنزين بعد أن يحصل عليه شخص من المحطات البنزين إلى أماكن أخرى. الصورة بشكل عام غير مرضية، وبتضطر أنه نتخذ إجراءات إضافية. نحن كان رهاننا دائما ولا يزال على وعي المواطن السوداني. العالم الآن صار قرية صغيرة، بغض النظر عما نقوله نحن، الناس يستطيعوا من خلال متابعة محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي أن يشاهدوا ما يحدث في العالم أجمع. هذا المرض ليس خاصا بالسودان ولا بالمنطقة، خاص بالعالم أجمع. وأعتقد أنه هذا يفترض أن يثير عند الناس وعي أنه كيف البلاد الأخرى والشعوب الأخرى شعرت بخطورة هذا المرض وسرعته في الانتشار وقدرته على أنه يصل إلى مناطق مختلفة في زمن وجيز. ولذلك كل هذه الشعوب نفذت ما قيل لها بالحرف الواحد، التزمت. حتى في بعض البلدان لم يكن فيها حظر تجوال بالمعنى الرسمي، ولكن طلب من الناس أنه يبغوا في منازلهم أن لا يتحركوا للضرورة القصوى. وشاهدنا شوارع في أوروبا في أمريكا خالية من المارة تماما التزاما بهذا الأمر. نحن ما زلنا نراهن على وعي شعبنا ومواطنينا، ونعتقد أنه كل الجهات حقه تساهم في معركة الوعي. هذا أمر لجان الروابط الطلابية في عطلات في مدنهم وقراهم يفترض أن ينخرطوا في حملة التوعية، لجان الأحياء، لجان المقاومة، لجان التغيير والخدمات في الأحياء. وهؤلاء يستحقوا التحية على ما يقوموا به من جهد كبير جدا، بالذات في مسألة توفير السلع الأساسية للمواطنين. يستحقوا مننا تحية وتقدير كبيرين، ونلقي عليهم بمزيد من الأعباء أن يساهموا أيضا في توعية الناس بخطورة هذا المرض وبتحقيق الغرض من مسألة التباعد الاجتماعي المطروح. أيضا الحركة يمكن عبر الكباري منضبطة بالأذونات، ولكن داخل المدن الثلاثة في حركة واسعة جدا لا مبرر له. نحن قلنا أنه مسموح الحركة داخل الأحياء، ولكن الآن بتشاهد في معظم الشوارع الرئيسية بعيدا عن الكباري الناس متحركين طوال يمكن 24 ساعة، وبالذات في الأمسيات في رمضان. ودي بتهزم الفكرة الأساسية للحظر الشامل. نحن كما ذكرت ما زلنا نراهن على الوعي، نناشد الناس أنه يقرأوا التقارير الطبية ويستمعوا إلى التقرير الذي سيقدمه الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة بعد قليل. الأرقام مرعبة والأرقام مخيفة، وهذا المرض لم يعد محصورا في الخرطوم كما كان بعض الناس في الولايات يظن، الآن امتد إلى 10 ولايات، ومن الممكن أن يمتد بشكل أكبر، ومن الممكن أن تتضاعف الأعداد بسرعة شديدة جدا في الولايات. نحن نأمل أن الناس يصل إليهم هذا الوعي بمدى خطورة المرض وسرعة وانتشاره، ويتقيدوا بالإجراءات الموجودة. مسألة الوقود حيحدث فيها مراجعات. أعتقد أنه معظم الناس أخذوا كفايتهم، المبررات اللي كانت موجودة الآن انتفت. يفترض أن الناس ما يتحركوا بسياراتهم حركة واسعة، وبالتالي ستتم مراجعة خلال 2 القادمين، بحيث أنه تظل الخدمة متوفرة للكوادر الطبية والأمنية، وطبيعة عمل تقتضي أنها تعمل أثناء ساعات الحظر. شاحنات إيصال المواد الغذائية وغيرها هي اللي حتكون متاح لها أنها تذهب إلى محطات البنزين للتعبئة، ودي إن شاء الله كما ذكرت سيعلن عنها خلال 1 أو 2 هذه الإجراءات. بالنسبة للسلع التموينية، التسهيلات ما تزال متواصلة لشركات الأغذية، شركات المواد التموينية. تم تخصيص محطات وقود خاصة بها. طبعا في الأيام الأولى المواطنين عاكسوهم ولم يسمحوا لهم باستخدامها، ولكن الآن الإجراءات ماشية بحيث أن هذه السيارات تكون متحركة طوال اليوم وقادرة على إيصال السلع التموينية. أنا تحدثت قبل 2 حول أن أزمة الدقيق خفت كثيرا، وتوفر الخبز في مناطق، أيضا الغاز، لكن تلقيت كثير جدا من الرسائل العاتبة من بعض مناطق العاصمة. نحن لا ندعي أو نقول أن هذه الأزمة انتهت تماما، لم نقل هذا ولن نقول ولن نستطيع أن ندعي ذلك. لكن حقيقة أي مراقب للأوضاع بشكل عام بيشاهد انفراجة في مناطق انتفت فيها صفوف الخبز تماما، في مناطق ما تزال موجودة، في مناطق لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة تقوم بإيصال الخبز إلى المنازل، وبالتالي إلى حد ما حصل انفراج. نفس الموضوع للغاز، نحن لدينا أرقام يومية تصلنا من وزارة الطاقة، ونعلم حجم أنابيب الغاز التي تم توزيعها في العاصمة.
في مناطق حصل فيها انفراج وزعت في الميادين برضو عبر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، يمكن يكون في مناطق في العاصمة لم يصلها بعد، يعني نعتذر عن ذلك، والجهد شغال، لكن الغاز متوفر تماما، يكفي حاجة العاصمة والولايات الأخرى كلها سيذهب إليها الغاز في مواعيد. نحن نبشر الناس أنه الكميات اللي وصلت والكميات المتعاقد عليها كما أعلننا أكثر من مرة، هذه أرقام موجودة بالبواخر بتواريخ رسول بواخر في الميناء، ليست لدينا مشكلة في الغاز يمكن شهرين أو ثلاثة لقدام، ولا في الدقيق ولا في المواد البترولية. ممكن تكون في مشاكل بعد ذاك في التوزيع، ممكن تكون في مشاكل في التهريب، وهذه سنعمل عليها حتى تتوفر هذه السلع والمواد للناس بأسعار معقولة ومن غير مبالغات. مباحث التموين أيضا تعمل، وخلال الفترة الفاتة الناس يمكن شاهدوا تم العثور على مخازن فيها دقيق مخبى أو فيها أنابيب غاز، وتعمل برغم يعني ضيق الإمكانيات، لكن هناك سعي ليتم توفير إمكانيات أكثر لمباحث التموين. ونحن بنناشط المواطنين أنه يتعاملوا مع مباحث التموين ومع الشرطة والتبليغ عن أي نشاطات ممكن تكون بتستهدف غوط المواطن وتبالغ في الأسعار وغيره. برامج الدعم الاجتماعي أيضا تعمل، وافتكر الناس نهار اليوم استمعوا إلى الدكتور أحمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم وديوان الزكاة وجهات أخرى، شغالين في توصيل الدعم الاجتماعي النوعي إلى مناطق في أطراف العاصمة. واجهتهم بعض المشاكل في الوقود خلال اليومين الماضيين أيضا في توفر الشاحنات، ولكن هذه المسائل اليوم والتاني بتتحسن، ولذلك الآن هم انتشروا في مناطق في مدن العاصمة الثلاثة في الأطراف اللي هي دي الفئة المسمى الفئة جيم المحتاجة إلى دعم سلعي مباشر. بعد أن ينتهوا من هذا حيجوا إلى الدعم النقدي للفئة باء، ودي الناس موجودين في مناطق فيها بغالات وكذا ولكن ليست لديهم القدرة المادية، سيتم توصيلها. أضيف إلى ذلك اليوم بشرتنا وزارة التجارة والصناعة بأنه في برنامج لتوصيل السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة بالأسعار بتاعت الجملة، ودي يعني تعم العاصمة خلال 5 أيام ابتداء من غد، لمدة 5 أيام حتنتشر مراكز البيع المخفض أو في السيارات من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبالتالي الأسعار حتكون أقل بكثير. بعد أن تنجح هذه التجربة سنلجأ إلى التجارب الأخرى. مرة أخرى نحن بنناشد المواطنين أنه يلتزموا، لوحظ برضو أنه في مساجد كثيرة جدا بدأت في صلاة التراويح الجماعية، ودي مرة أخرى نحن بنقول للناس أنه هذه تشكل خطورة على الصحة، المناطق المغلقة أكثر خطرا من المناطق المفتوحة، ولذلك داخل المساجد المغلقة خطر الإصابة بالفيروس لو في شخص واحد مصاب كبيرة جدا. أضف إلى ذلك كثير جدا من المفارش الموجودة في المساجد، الناس بيضعوا أيديهم بيضعوا جبهتهم عليها صالحة لأنها تنقل هذا الفيروس. نحن حريصين جدا على صحة الناس، واستعنا بآراء فقهاء ورجال دين كثر وقالوا بأن الناس يمكن أن يصلوا في منازلهم، واستشهدنا بتجارب دول أخرى بما فيها المملكة العربية السعودية التي أغلقت حتى الحرمين الشريفين، يعني الحرم المكي والحرم النبوي، ولو لم يكن لديهم دافع قوي لما فعلوا ذلك. هذه المساجد ظلت مفتوحة للمسلمين المؤمنين في أناء الليل والنهار آلاف السنين، ولكن لأن هناك ظرف يهدد صحة الناس يهدد سلامتهم يهدد أمنهم، والدين نفسه قال أنه سلامة الناس وصحتهم وأمنهم مقدم على كل شيء آخر. نحن نأمل أنه هذا المستوى من الوعي يعم مواطنيننا ويحققوا الهدف بتاع التباعد الاجتماعي، نناشد الناس أنه يصلوا في منازلهم، وأئمة المساجد بعد الأذان أن يفعلوا مثل ما فعل الأئمة في بلاد أخرى، يؤذنوا ويقولوا للناس صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. نسأل الله الصحة والسلامة لكل مواطنينا، ونسأل الله أنه نستطيع أنه نعدي هذه المرحلة بخير. وبأمانة شديدة نحن بنقول أنه ما لم يحصل انخفاض في مستويات الإصابة لا يتوقع الناس انفراج في الإجراءات الموجودة. الدول التي حدث فيها الانفراج في الأيام الماضية لأنه المعدل بتاع الإصابة انخفض انخفاض كبير، وهم شعروا بأنه الإقلاق الذي حدث في بلادهم أتت ثماره ونجح. نحن ما زلنا ننتظر ثمار هذا الإقلاق والنجاح، ولذلك لا يتوقع الناس أنه الإجراءات دي حتخف قليلا ما لم يخف المؤشر بتاع ارتفاع الإصابة. أسأل الله مرة أخرى الصحة والسلام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وأقدم إليكم الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة ليقدم التقرير عن الأوضاع الصحية والطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطنين الأعزاء السلام عليكم، مساء الخير. عايز أتكلم معكم
بعد الكلام الضافي اللي قاله الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في السودان. الوضع ما بيسر، الوضع ما بيسر، والوضع مزعج جدا جدا، ودخلنا نحن في مرحلة الخطر. في 24 ساعة اللي فاتت اتسجلت 57 إصابة جديدة بفيروس بتاع الكورونا، ويتوفوا 3 ناس، 3 مواطنين سودانيين يتوفوا جوا السودان. من 57 حالة جديدة دي في 55 منهم في ولاية الخرطوم، وحالتين في ولاية الجزيرة. الوفيات في وفاتين في ولاية الخرطوم، وفي وفاة واحدة في ولاية سنار من ضمن الحالات اللي كان أعلن عنها سابقا. يا أخوانا، العدد كله بتاع كل الحالات بتاعت الإصابة بالكورونا في السودان من يوم 12 مارس في 6 أسابيع، شهر ونص، وصلنا ل 375 حالة، 375 حالة، وديل فيهم 28 ناس اتوفوا. الولايات بعد ما كان المرض محصور في الخرطوم بقت حسة في 10 ولايات. الخرطوم فيها أعلى عدد من الإصابات 344، الجزيرة بعدها 19 حالة، القضارف 3 حالات، نهر النيل 3 حالات. في ولايات فيها حالة واحدة اللي هم النيل الأبيض وسط دارفور، شريك دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان. 10 حالات بعد ما كان المرضى محصور في ولاية واحدة، بعد ما كنا متمنين إنه لو الدولة عملت عليها بإنه توفر المعينات للكادر الصحي، تخصص مراكز بتاعت عزل معينة، تكفل الحدود، تكفل السفر بين الولايات، تأمر بوقف التجمعات، توقف المدارس، وزي ما قال الأستاذ فيصل تعمل حظر كامل وإغلاق كامل، لكن توصل للناس معيشتهم في بيتهم. كنا متفائلين، كنا متفائلين إنه إحنا المرض ده بنقدر نتحكم فيه. الليلة أنا ما متفائل، ما متفائل كله كله، والسبب حاجتين. نبدأ بالعندنا الفيك بالدربو أهلنا بقوله. في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة لازم تكون في طريقة أحسن بتاعت استلام البلاغات، طريقة أحسن بتاعت توصيل الإسعاف للناس اللي يشيلوا منهم عينات، طريقة أحسن بتاعت إنه الزول اللي بيكون عنده أعراض يتعاملوا معاه بجدية أكتر. وبدينا نحن نصلح الحاجة دي بالتشاور مع ولايتي الخرطوم وولاية الجزيرة. بدينا إنه عملنا تغيير في الإدارة بتاعت المعمل القومي، معمل الصحة العامة القومي، وماشيين لسه لقدام. وصلنا كل المعينات والألبسة الواقية لكل الولايات بما فيها ولايات الخرطوم والجزيرة. الفاضل عندنا حسة في الإمدادات بيكفينا أسبوعين، أسبوعين بس. أخواننا وأخواتنا في القطاع الخاص وفي منظومة الصناعات الدفاعية وفي مبادرات كثيرة داخل السودان محاولين ينتجوا، لكن ما حيقدروا ينتجوا بالسرعة اللي بيحصلونا بها لما الحالات دي تزيد. كمية الدول عندنا أصناف كثيرة انعدمت، أصناف كثيرة للعلاج الكورونا ولغيرها انعدمت، ومحتاجين لقروش نجيب دواء. المحلات اللي بنعزل فيها الناس في جبرة محتاجة لصيانة، والعدد فيها ذاته اكتمل. فتحنا مستشفيات تانية هنا، مستشفى يونيفرسال، مستشفى الراجحي، مستشفى المعلم، مستشفى جرش، في كل واحدة من الولايات ما شاء الله عليهم مدراء الصحة في الولايات، نحييهم ونحيي السادة الولاة بتخصيص عنابر بتاعت عزل. دايرين في كل ولاية يكون في عمر عزل على الأقل بيشيل 100 نفر. دواء بقى يا جماعة، دي حرب. مستمرين نحن، وأخطائنا عارفينها وعايزيننا عالية. السؤال، أنت منتظر شنو؟ أنت يا الفارش برا اللي لسه بتبيع في السوق، اللي لسه شغال بتمشي مع أصحابك تقعد، ولسه بتتجمع، لسه بتمشي في صلاة الجمعة، الأئمة بتاعين العالم دي كلهم قالوا لك ما تصلي في الجامع، تاني داير شنو يعني؟ تاني داير شنو أكتر من كده؟ نشكر كل الأئمة الأغلقوا المساجد، واللي بس بيكبروا ويخلوا الناس يصلوا في بيوتهم أو يصلوا في الشارع متباعدين.
المرض والوباء ده كلكم قاعدين تشوفوه في التلفزيون عمل شنو للدول الكثيرة الثانية. وصل 3 مليون زول في العالم، 3 مليون زول في 4-5 شهور بس، دي السرعة بتاعته. ماتوا أكثر من 500,000 زول في العالم. أنا ما أعرف منحنا منتظرين شنو لجانب منك أنت كمواطن لأسرتك للناس في الحي. ما بس تبلغ لو عندك العاية، أمنع الناس إنهم يتجمعوا. لو أنت مشيت السوق عشان تخط الطبلية بتاعتك ولا تبيع، بتفتكر إنه المجموعة اللي بيتكلم عنها الأستاذ فيصل اللي بيجيبوا لهم المعينات لأنه هم قادرين يبيعوا، لكن محتاجين لحاجة. لو وقفوا البيع محتاجين لحاجة تسندهم هم وأسرهم. كلم ناس لجنة المقاومة، سجل عندهم، قول أنا ساكن في الحي الفلاني، لكن ما تمشي السوق تبيع. زي ما ذكر الأستاذ فيصل، في جزء بتعمله الدولة، الإكثار من نقاط الارتكاز، الحزم مع الناس، الغرامات، شيل العربات، شيل الركشة، شيل الأمجاد، شيل الموتر. أي زول بيلقوه برا في ميعاد ما معه تصريح، بيتشال منه المركبة اللي هو ذاته شايلة، خليه بعد تبقى دي خسارة عشان يفكر فيها. وما بنديها له لغاية ما الوباء ده ينتهي، ما بنديها له لغاية ما الوباء ده ينتهي. وجايز نصادرة، جايز نصادرة. ما ممكن احنا نكون قاعدين في بلد محاول يتقدم لقدام، محاول يمشي لقدام. الثورة اجابتنا نحن وجبتونا انتوا بها كوزراء وكحكومة، ثورة بتاعت عزيمة وثورة بتاعت وعي، ما ثورة بتاعت استهتار. ثورة ضبطت نفسها 9 شهور لغاية ما زحت عمر البشير والنظام بتاعه. ما في زول واحد شال له طلقة ولا شال له سلاح وضرب به زول إلا دفاعا عن نفسه. قادرين احنا كشعب سوداني قادرين ننضبط لو في وباء جاي ولو في حرب جاية ولو في نظام مستبد، قادرين ننضبط. أرجوكم أرجوكم ننضبط عشان الوباء ده يقدر نمشي به لقدام. كل الإرشادات اللي بنقولها في التلفزيون في الإذاعة، كل المبادرات الممتازة اللي بيعملوها لجان المقاومة، زملائنا في المجتمع المدني، زملائنا في تجمع المهنيين، زملائنا في قوى حرية التغيير والقطاع الخاص، دي ما معمولة ساكت للفسحة. أصاب أي زول المرض ده، أصاب رؤساء وزراء، أصاب رؤساء ومستشارين وملوك في أوروبا ودخلوا العناية المكثفة. سمعتوا انتوا الرئيس الوزراء بتاع بريطانيا مشى وين؟ الحمد لله يتعافى. عندنا نحن فقدنا كوادر صحية رحمة الله عليهم وعلى كل الشهداء من الوباء ده ومن كل الشهداء بتاعين الثورة، لكن فقدنا ناس أعزاء بالنسبة لنا ومصابين ناس ثانيين ربنا يشفيهم. لكن الوباء ده ما ممكن يستمر بالطريقة دي. لما الدواء بتاعنا ينتهي والفحوصات حقتنا تنتهي والألبسة الواقية تنتهي بعد 2 أسبوع وحاولين نجيب زيادة منه، نجي نتفاجأ بأنه الليلة في 57 حالة في 10 ولايات. وثانيا يا جماعة نقعد بالراحة ونتكلم كأسر كأصدقاء كزملاء في السوق كزملاء في أماكن العمل، ونتكلم بالراحة والله يهديكم. سيبوا المجاملات والزيارات، سيبوا المناسبات، أي حاجة مناسبة اجتماعية. أنا يديدي ما سلمت على زول كده ليا 3 شهور كله ملحوق وما في زول بيلومك. السوداني عارف إنه زول ما بيقدر يسلم ده ليه ما بيقدر يسلم؟ لا هو بسلم عليك ميد يده لا يتت ميد يدك. عندك جحة ألزم البيت، أعزل نفسك، بلغ لو جاتك الأعراض تحت الكورونا. عندنا من الحالات الشفت وخرجناها 32 من بداية الوباء دي من 12 مارس من 6 أسابيع الفاتو. الليلة في حالة واحدة تماثلت للشفاء، لكن قصادة في 3 يتوفوا زي ما قلت رحمة الله عليهم. ممكن أقول نفس الكلام اللي بقوله كل مرة، بلغوا في 90-90 وبلغوا في 2-2-1 لو يفتكروا أنه في زول لازم يجوه. نظام التبليغ بنصلحه، الرعاية بنصلحها، الكوادر الصحية قاعدة وشغالة ليل نهار في الإزعافات في مراكز التبليغ في التقصي في الرصد في الوصول للحالات. ناس المعامل، الناس الشغالين في المستشفيات، مستشفيات حقة الكورونا القنادية والمستشفيات الثانية برضو كلهم شغالين ليل نهار لصحتكم. لكن صحتك دي في يدك، في الوباء ده صحتك في يدك. ما تفتكر نحن متحضرين بالحاجات دي معناها في علاج معين. الدواء المرض ما عنده علاج، بنديك دريبات وبنادول، ما في حاجة تانية بنديك لها. نحن لو خنقت بنديك أكسجين،
لو ضاقت عليك بعدك بتموت باختصار يعني. ما ممكن احنا نكون قاعدين بنستهتر بمرض زي ده بعد ما تحكمنا في مرضين بالثورة دي، تحكمنا بالوعي بتاع المواطن وباليقظة وبالإقدام بتاع لجان المقاومة وبالمجتمع والكوادر الصحية، اتغلبنا على مرضين الكوليرا وحمى الوادي المتصدع وانتهينا منهم بأرقام قياسية. جانا الوباء ده ولا كنا محتاجين له، قاعدين في أزمة اقتصادية، لكن الحكومة زي ما قال لكم أستاذ فيصل جايب لكم الحاجات لغاية عندكم، تصلوا بلجان المقاومة عشان تعرفوا جاياكم كيف. المشي والمشاوير والطلعة في الفاضي ما في لها داعي، نقعد نصبر، ده شهر أساسا بتاع صبر بتاع صيام، نقعد في البيت ونحمي بعض. وحتى بعد الصيام ذاته الواحد لو جوا الحوش حقه داير يتحرك ممكن يتحرك، لاحد في الساعتين جوا الحلة ماشي يجيب العيش بتاعه يجيبه، ماشي البغالة يجيبه، لكن ماشي يجيب ليه دواء من الصيدلية يجيبه، لكن ما يقطع الشارع الزلط، ما يقطع يمشي له حلة تانية، وأكيد ما يركب على العربية بتاعته زي ما قاله الأستاذ فيصل. ما عندي حاجة تانية أقولها، لكن إحنا الدول المتقدمة في العالم كلها رفعت يدينا قالت ما عندها مقدرات تعالج مئات الآلاف اللي وصلت لها الحالات عندهم. نحن في 6 أسابيع وصلنا 375. بالطريقة دي مبارح قلنا كم 40، الليلة 57، قبل أول مبارح كم 30، يعني ماشيين كل يوم بنزيد 10-20 حالة زيادة من الحصيلة اليومية. المخالطة والسلام والقلد خلوه. البلد دي لو ما الناس حمت نفسها من الوباء ده ووقفنا الانتقال بتاعه المجتمعي البدا حسه ده في 10 ولايات، ما فيش اي معينات موجودة في البلد دي، حتى لو بقينا غنيانين زي الغنى بتاع الدول الصناعية ما حنقدر عليها. والناس اللي بيتكلموا عن العالقين برا، ربنا يعين العالقين البرا، اهلنا واولادنا وبناتنا وابهاتنا ودارين نجيبهم، لكن ما بنجيبهم في ظرف زي ده. ما تسمعوا أي كلام تاني، ما حنسمح بأنه عالقين يجوا داخلين في البلد دي في ظرف زي ده. دايرين أهلكم العالقين برا ديل يجوا راجعين ينضبطوا إتو، ينضبطوا إتو، خلوا الحالات اليومية دي تنزل، عدد الولايات يقل، الحظر وعدم وقف التجمعات احترموه، لما الحالات تقل بعدك نتكلم عن العالقين. ما في عالق برا سودان حي داخل. قاعدين تسمعوا كلام كثير بنحضر لهم اي حاجه، اي حاجه بنحضر لها نحن، اي حاجه قاعدين نحضر لها، قاعدين نحضر لها، بنتكلم كنا بنحضر في سفن، اي حاجه قاعدين نحضر لها، لكن القرار بتاع انه رؤيه عالقين ما حيتم من غير ما الحالات دي تنزل. واحسن اهل الناس العالقين ديل يكلموا جيرانهم انه ينضبطوا، ينضبطوا. المرض ده جانا نحن من بدايه الوباء ده، جانا نحن ب 29 حاله جايه من برا، حتى بعد ذلك بدأت تنتشر في المخالطين بتاعينهم، حتى بعد ذلك بقت تنتشر في ناس ما مخالطين لأي زول مسافر. ما منجيب لنا زول عالق من برا قاعد في بلد موبوءة عشان يجي هنا ده يزيد الطينة بالله. ننضبط نحن، نقلل الوباء ده، ونقدر ندعم الكوادر الصحية بتاعتها عشان يقدروا يعالجوا ما بس الكورونا، يعالجوا الحالات الثانية برضو، الولادة، التطعيم، الجرح، الكسر، كله لازم يتعالج، ما في حاجة بتقيف. لكن احنا لازم ننضبط ونقلل من العبء بتاع الكورونا ده، ولا بعد ذاك نقعد نرفع يدينا ونعلم الله. ودي ما الروح بتاعت الثورة، ودي ما الروح اجابتنا. الروح هي انه كلنا مع بعض بنتضامن، ضامننا كلنا ايام الاعتصام، ضامننا ان احنا 9 شهور عشان نزيل نظام رديء، وضامننا ان احنا لغاية ما وصلنا الحكومة دي تجي. مهم جدا نتضامن في معركة زي دي، دي حرب. شكرا جزيلا.